السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة محرجة. إحنا كلنا جوانا اتنين بيصارعوا بعض، كلنا دايما ده دا يعني على حسب معلوماتنا كلنا، إن دايما يقول لك أنا جوايا واحد مؤيد ومعارض لأي موقف كنا فيه. بس اللي ما نعرفوش إن في كمان طرف ثالث معانا، اللي هو إحنا اللي بنحدد بقى، اللي بنحدد إمتى نكون مع الخير وإمتى نكون مع الشر. امتى نقرر نكون في اي جهه من الاثنين؟ ده موضوعنا اللي هنناقشه مع ضيف العزيز اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، دكتور فتحي سعيد، استشاري الصحه النفسيه ورئيس مركز الارشاد النفسي. دكتور فتحي اهلا بيك يا فندم معانا النهارده. اهلا بحضرتك يا استاذ محمود وكل المشاهدين الكرام، وكل سنه وانت طيب. وحبيب الصحه والسلامه يا فندم. دكتور فتحي، الصراع النفسي صراع قوي جدا وقد يؤدي لامراض لا يحمد عقباها بعد كده. اولا منشأه بيجي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هنتكلم النهاردة يمكن الموضوع اللي حضرتك اخترته يا أستاذ محمود موضوع حساس جدا وشائك جدا ومتداخل مع كل بني آدم بيتفرج علينا النهاردة، وهو الصراع النفسي. في مدرسة التحليل النفسي سايكو أناليسيز عند سيجموند فرويد، هو منشأ كل الأمراض. أي مرض نفسي بعد كده يظهر عند الإنسان، حتى الأمراض العقلية يعني السايكوزيس والعصبية والذهنية الاثنين، يعني امراض العقليه زي الذهان وزي الفصام وزي الاكتئاب ثنائي القطب، والامراض النفسيه زي التوتر والقلق والكلام ده كله بينشا من هذا الصراع. كل واحد فينا جواه الثلاثه دول. اي حد بيتفرج عليا سليم او مريض كويس، يعني ده طبيعه البشر اصلا دكتور، ده طبيعي جدا. تمام، كل واحد فينا جواه الثلاثه دول. وبناء على الثلاث مكونات دول، الثلاث اساسيات في تكوين الشخصيه دول، الثلاث ديناميات الاساسيه للشخصيه دول، بتنشا الشخصيه. الصراع الناتج بينهم، الصراع الناتج بينهم ده اللي هينتج من الصراع ده هو ده الشخصيه. اذا هو مكون يا دكتور الشخصيه نفسها الانسان، يعني الثلاث اراء اللي جوه البني ادم، حالات او الثلاث حالات دول هو المكون الاساسي للشخصيه بتاعت الانسان. هو ده مكون الاساسيات للشخصيه او المكونات الديناميه للشخصيه، وبناء عليها بينشا بقى، بناء على الصراع ده بتنشا الشخصيه. يعني تعال بسط الموضوع يا استاذ محمود. اتفضل. لو انا جبت ثلاث مكونات، زيت وسكر وميه، وقعدت اخلط بنسب مختلفه، تمام، كل خلطه هتطلع مركب. اكيد، يعني ثلاث احماض معينه كل خلطه بتطلع مركب. البني ادمين كده، على قد ايه من ده وقد ايه من ده وقد ايه من المكون ده. الثلاثه دول حاجه اسمها الاد عند فرويد، الاد او الغرائز او الشهوات، كلنا جوانا هذا الجزء. وعند في المدرسه التحليليه الجزء ده كبير جدا في الشخصيه، يعني وخصوصا غريزه الجنس والعدوان. اكتر غريزتين العدوان، ان الانسان بطبعه يمتلك عدوان، ريجريشن قوي جدا. الاجريشن ده هو اللي بيخليه يحافظ على بقائه. طب دكتور، خليني اسال حضرتك، حضرتك بتقول الانسان اصلا عنده كم من العدوانيه اللي اصلا ربنا حاططها فيه؟ ده عشان تحافظ على البقاء بتاعك. انت لو من غير العدوان ده، من غير الاجريشن ده تموت. طيب يعني هل في ما يوازن هذه العدوانيه جوه الانسان؟ بس عشان نقول حاجه، في فرق بين العدوانيه والعنف. العدوان ده هو الطاقه الليبيدو، الطاقه النفسيه اللي جوانا اللي بتحركنا تجاه ان احنا نبقى على قيد الحياه. العدوان ده يعني هو انت لما تجيب الاكل، مثال بسيط جدا، تمسك حته اللحم تقطعها ببقك وتاكلها باسنانك، انت مش شايف ده شكل اشكال العدوان؟ الناس فاهمه عدوان يعني انا هبقى عنيف. بالظبط، انا كنت لسه موضوع تاني. طبعا الموضوع تاني، العدوان ده لو انت طلعته على نفسك ما عرفتش تديله صح، أو انت بتولد بيه الطاقه دي، بتولد بيها، ودي طاقه الحياه. دي طاقه الليبيدو بتاع الحياه، دي من غيرها الانسان يموت. من غير الغريزتين دول، غريزه الجنس هي اللي بتخليك تحافظ على بقاء نوعك، فتسعى انك تتجوز وتسيب اسمك وتخلد اسمك، مش الجنس يعني السيكشوال انتراكشن، العلاقه الجنسيه. العلاقه الجنسيه حته صغيره جدا من الموضوع اللي بيتكلم فيه فرويد، بس الناس فاهمه غلط. يعني يا دكتور، هل الجنس يعتبر يعني احد انواع العدوان؟ لا، غريزه ثانيه، غريزه ثانيه غير العدوانيه اللي بتقول. احنا عندنا غريزتين، الجنس والعدوان، دول في الاد، دول المحركين لاي بني ادم في الدنيا، في اللاشعور بتاعك. دول الاثنين دول اقوى قوتين محركتين. غريزه العدوان هو ان بعد كده هيبقى ان انا عايز ادافع عن نفسي، ان انا لما 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 ان انا اكل، مريض الاكتئاب تبقى غريزه العدوان ده عنده بقى ضعيفه جدا، فبيرفض الاكل، مش قادر اكل. اذا دكتور، في الحاله دي هي صفه مطلوبه، ده مطلوبه جدا، ده احنا من غيرها نضيع. انا على ما اذكر، او ان هتلاقي كل او معظم مشاهدينا بيفتكروا ان العدوان ده شيء او صفه غير مطلوبه بالمره، يعني انما العدوانيه هنا عشان احافظ على نوعي او على نفسي او على طبيعتي. خلينا نوضح حاجه يا استاذ محمود. اتفضل يا فندم. لما كان حضرتك في غريزه، الاسلام والديانات السماويه والشرع لا يحارب الغرائز ولكن يحارب الشهوه، انت هتعمل ايه بالغريزه؟ ده موضوع تاني.
انت عم تكلمني بره، انا بكلمك جوه. يعني انا عمال اتكلم جوه، انا بتكلم ده حاجه جوانا، جوانا بتدفعنا للبقاء. الجنس ده بيخليني عايز افضل عايش، احافظ على جنسي. كلمه جنسي يعني احافظ على جنسي، فعايز اتجوز واخلف واعمل حته من الموضوع ده عشان اعمل العمليه دي اللي هي التكاثر والعلاقات الجنسيه، حته من البقاء على جنسي. لكن انا اكل ده بحافظ على جنسي. الراجل المريض الاكتئاب ده ولا المريض النفسي عموما بيبقى وصل لمرحله انه ما عندوش غير الستين دول مش متوازنين، مش عارف يديرهم جوه جواه، فبيرفض الاكل، فبيفكر في الموت. اللي بينتحر خلى العدوان بقى على نفسه. اللي بيعور نفسه ده شغل الغريزه على نفسه. الموضوع تاني، الشهوه كيف تنفذ الغريزه، تستخدم الغريزه، موضوع تاني خالص بره. هنتكلم جوه. ايه اللي مخليك تعيش النهارده وتيجي القناه وتلبس كويس؟ دفع البقاء، ان انا عايز ابان واحافظ على جنسي ونوعي بشكل جميل جدا. ولو انا اديتك بالبوكس دلوقتي هترد عليا العنوان؟ هتسكت؟ لو انت لو انت سكت كده بقيت مريض اكتئاب، ما بيحش عن نفسه. مريض نفسي بقى، ما عنديش اراده، ما عنديش عزيمه، الموضوع تاني. انت هتعمل، يبقى الكلام ده جوه. انا بتكلم جوه، انا بتكلم جوه. التحليل النفسي دايما مش بيتكلم جوه. الناس ما بتبقاش واخده بالها ان احنا فاكر احنا بنتكلم بره. الغريزتين دول اسمهم الاد، يعني دول محركين الاد، فيهم الشهوات بتاعنا بقى. عندنا بقى غريزه الاكل وغريزه الشرب. يعني لو ما عنديش عدوان قوي، عدوان قوي مع غريزه جنس قويه محافظ على بقائي، ما اقدرش اجيب فرخه واقطع رقبتها واشويها واكلها وامضخها، كل ده عدوان. لكنه عدوان موجه لخدمه الجنس. تمام. لكن لما العدوان ده يكون موجه لضرر الجنس، ده تاني اسمه عدوان على الاخر. في فرق تاني بقى، ان انا هسلط العدوان ده على الاخر فهبقى انسان سايكوباتي ولا سادي ولا لسه. هقول لحضرتك في تصنيف من ضمن تصنيفات حضرتك مثلا كمتخصص طب نفسي، انت تقدر تقول على شخصيه دي شخصيه عدوانيه. هو ده بقى موضوع تاني. لو الطاقه دي الليبيدو دي ما توزنتش صح، فيه بقى مقابل ليها جواك بيتصارع. ما احنا دلوقتي اتكلمنا في النص الوحش بقى. الوحش عارف الهامها فجورها، احنا كده في الفجور. وتقواها بقى بعد ليه سبب وتقواها. عارف النفس الاماره بالسوء والنفس المطمئنه. الله. عندنا في الدين كده. ايوه. فتلاقي فينا حتى في حاجه اسمها السوبر ايجو، الانا الاعلى. السوبر ايجو ده هو الضمير والاخلاق والوعي وكل حاجه حلوه في جوه الانسان. تمام. السوبر ايجو ده بينشا عند الانسان من 7 سنين 7، يعني ما بينشاش، انت بتولدش بيه، انت بتولد بالاد. انت بتولد بالاد. العدوانيه والجنس وحب البقاء. فلذلك يقول لك الطفل سبحان الله. طبعا الاشكال كتيره في التحليل النفسي، احنا ممكن نتكلم 60 حلقه وما نخلصش. يعني شكل العدوان ايه؟ ان الواحد يلتهم ثدي امه، وان ساعات يعض امه نفسها اللي بتاكله، كل ده عدوان. عدوان مقبول ان بثبت نفسي. لكن لسه الضمير هينشا عند الانسان امتى؟ هينشا عند 7 سنين. 5 سنين ونص 6 7 كده. لذلك المفروض احنا ما نتكلمش الاولاد. المفروض احنا في التربيه النهارده الحلقه دي الاباء والامهات اكتر ناس بيعملوا صراع عند اولادهم. بيعملوا صراع يا دكتور؟ طبعا بيخلقوا الصراع ده. بمعنى ايه؟ يعني انا بنمي فيه حته العدونيه والصراع دي، بتخلق فيه صراع. بيخلق الصراع. يا اما يخليه مريض نفسي، يخليه سوي. يعني ممكن نعمل حلقه تانية على جنب كده، بس نزحها على جنب دلوقتي. انا واحد احنا كل الكلام ده دكتور ممكن ناخده كلمه كده بس نعمل فيه حلقه. يعني حلقه اسمها كيف تقتل ابنك، كلمات تقتل اولادك. انت بتقول كلام معين بس بيشغل الصراع ده، بتموت ابنك. تموت دكتور. طبعا تموت الاراده والعزيمه والثقه بالنفس والكلام ده كله. اول حاجه بنعملها كلنا ونقتل ولادنا بيها، وكلنا بلا استثناء، وانا اوله، ان دايما الحب مشروط. مشروط. ذاكر عشان احبك، اسمع كلام ماما عشان احبك. دايما الحب عندنا مشروط. ده مش مطلوب يا دكتور. هذا مدمر طبعا. ده هيعلمك تعمل ايه. الانسان اول ما يتولد، بص الصراع اللي الانسان بيعيش فيه. عنده شويه احتياجات بسيطه جدا. بالايد ده عايز، انت اول ما تولد عايز طفل، عايز يحب ويتحب، عايز يتحب حتى. مش عايز يحب، عايز حد يهتم بيه، عايز ينادي على ماما تنتبه له، عايز يجيب لعبه ولا يقول انا عملت حاجه، رسم رسمه، برافو، عايز تشجيع. صح. احنا نتجاهل كل الاحتياجات دي. كارثه. يعني تخيل واحد جعان ويقول لك عايز اكل، تقول طنشه. وبعدين تقول له عايز تاكل؟ تعمل لي كذا. يقوم بقى عايز احبك، ذاكر. احنا عندنا عقده ثانيه خالص بتقتل ولادنا. ابني بيساوي مجموعه، ولذلك لما يجيب مجموع قليل في السنه والعام بينتحر. ممكن ينتحر. صح. وبتحصل يا دكتور. بتحصل ليه؟ لان دي مدفونه من عمر كام سنه؟ مدفونه من عمر 3 سنين. انت بتتكلم في اللاشعور ده، حاجه بيسجل كل حاجه، اللاوعي ده بيسجل كل حاجه من بطن امك لحد ما تموت. هو المسؤول عن كل ده، وكل شويه بينفش لك بقى حاجات من المكبوته دي. يعني كل شويه ينفش لك حاجه كده. فواحد كان زمان بياخد حب من امه مشروط، يوم دلوقتي انت ما جبتش معدل، يبقى ابوك وامك مش هيحبوك، المجتمع مش هيقبل عنك، يبقى احنا ما بنحبكش. طب انت هتعيش في مجتمع ما بيحبكش ليه؟ يبقى انا اقتل نفسي. طيب دكتور حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ان الطفل من عمر 3 سنين بيبدا يعي هذه التصرفات. من عمره من بطن امه. لكن هو العقد دي بتتكون من 3 سنين. العقد، المركبات الادوبيه، سواء الاديبيه او المركبات النفسيه دي او العقد، بتتكون من عمر
قمه الصراع من 3 ل 5 سنين. يعني الوسواس القهري بينشا عند الطفل وهو بيتعلم التبرز. مثلا عندنا فرويد يتكلم في الخمس مراحل دول، المرحله الفهميه، المرحله العضيه، المرحله ده من كام سنه دكتور؟ خليني اوضح لك حاجه بس. عندنا مراحل الموضوع ده، الصراع ده بيعدي بست مراحل. الصراع ده بيعدي بست مراحل عند فرويد، مرحله الفهميه وبعدين العضيه وبعدين الشرجيه وبعدين القضبيه وبعدين الكمون وبعدين المرحله الجنسيه. كل ما بيعدوا المرحله الجنسيه دي عند القضبيه دي ولا الشرجيه من 3 ل 5 سنين، دي اقوى حاجه بقى. تخيل لما طفلي يتبرز والام تعامله وحش وتتأفف منه وإف وايه ده والكلام ده، يقوم الانسان يبقى عنده شك في انه بيعمل حاجه غلط، رغم ان التبرز ده احتياج اولي ليا طبيعه. فتقوم تعلم الشك في نفسك، فيفضل متسجل عندك في اللاشعور. لما تكبر وتبقى مراهق بقى، الموضوع ده بيرجع لك تاني. احنا بعد المراهقه المشكله كل ده بيرجع في الراس تاني. تقوم تبقى لما تصلي تشك، انا صليت ولا ما صليتش، انا صح ولا غلط، هو ربنا موجود ولا مش موجود. الافكار دي ترجع لك بقى، ترجع لك وسواس قهري نتيجة ان من ايام ما كنت صغير. لان خلي بالك الاب والام دول بالنسبة للانسان بقى، لما يجي احنا هننط، احنا يعني عايز اتكلم فكرة اوضحها للاخر. يعني عايز ايه؟ براحتك. عايز اقول ان الاب والام في الفترة الاولانية دول بيمثلوا السوبر ايجو للطفل، هم بيمثلوا السوبر ايجو الخارجي، يعني بيمثلوا الضمير، قيمة بالنسبة لي. اي ابو وام هم قيم بالنسبة لي. اذا كانوا صارمين وشداد وصعبين يكونوا لي عقدة الشعور بالذنب. وإذا كانوا متساهلين يخلوا ضميري ده ولا حاجة، تلاقي واحد يعمل أي ذنوب وما يحسش بحاجة. إذا كانوا منضبطين وكانوا نماذج صحيحة يكونوا أنا أعلى جيد للأب والأم. ودي مصيبة إن في آباء مرضى نفسيين أو مضطربين أو سيئين أو سلوكهم سيء، بينقلوا كل الكلام ده. هو مش عارف، هو يقول لك أنا بشرب، هو يقول لك أنا بشرب حشيش، مش مهم ابني ما يشربش، أنا مالي ومال ابني. بيشرب سجاير، مش مهم، بيشتم، بيسب، بيكذب، يقول لك أنا مالي، إيه دخل ابني فيا؟ ابنك بيمرض، ما عندوش حاجة اسمها السوبر إيجو. ده في حته من الاد اللي اتكلمت فيها في الاول دي هتطلع وتتبلور كده، وتاخد من الاب والام وبعدين تاخد من المجتمع. عند المراهقه بالذات بقى تيجي ياخد من المجتمع. لذلك اول حاجه المراهق بيعملها لازم يتمرن على ابوه وامه، لانه اتصدم في ان هم ما كانوش السوبر ايجو اللي كان متوقعها. الصدمه دي بقى اتكلم عنها واحد تاني اسمه اريكسون، حاجه اسمها صدمه الهويه. هل هيلاقي له دور؟ هل مش هيلاقي له دور؟ هل هيلاقي اللي اتعلمه ده صح ولا مش صح؟ هل المفاهيم، هل ابوه صادق زي ما كان عارف ولا كوارث بقى بعد كده. انا بكلمك عن الصراع لحد ما توصل لحد 7 8 سنين، دول 80% من شخصيه الانسان اتكونت. دكتور كلام حضرتك مهم جدا، يعني انا اعتقد ان كتير من مشاهدينا ما كانوش فاكرين الموضوع بهذه الاهميه. صعب جدا، يعني حضرتك كلامك خطير جدا. يعني انا ممكن ادمر ابني حياته كامله، وممكن فعلا اعليه وانميه واخليه انسان صالح من عمر قليل جدا. ده حضرتك من اول 7 سنين بتكون 80% ابنك بيدفع معاناه اول 7 سنين طول. يعني تخيل اول 7 سنين من حياه الطفل يعيش طول عمره بقى يعاني من 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 سوء التربيه والابيوز اللي اتعرض له والرفض والمعامله دي السيئه، يما يعني يعيش طول عمره في نعيم. متخيل انك انت عليك جزء كبير من هذا الموضوع. طبعا في ممكن ولاد يتفرجوا على دلوقتي يقول لك انا ضحيه ابويا وامي. لا، انت بعد المراهقه اصبح عندك وعي انك تعالج نفسك او تطلب العلاج او تسال المختصين، عشان برضه محدش يستسلم. لكن حقيقي احنا ضحايا للاب والام في التربيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حديث رائع، فابواه يهودانه او ينط كل مولود على الفطره ابيض. لكن الاب والام بيشكلوا الوجهه. دي بقى دور الاب والام الحقيقي في التربيه. يعني برضه هرجع اقول، الناس كتير بتربي من غير ما يكون عندها مبادئ التربيه واساسات التربيه وعلم التربيه وفهم الاحتياجات دي وفهم الحاجات دي، حاجه عاديه. يعني عشان الناس نقرب لهم المثال قوي، لو انا خلفت طفل وما اكلتوش وما شربتوش وجوحته وعذبته ونمته في البرد، يحصل له ايه؟ هيموت. لان هنا بتعامل على الجسم. على النفس انت بتعمل كده، انت مجوحها ومعطشها وبتعمل، بتموت النفس. يعني ايه؟ هنا بتمرض. بتمرض النفس يعني ايه؟ يعني بقى اكتئاب، وسواس، فصام، ذهان، هيستيريا، الامراض النفسيه اللي احنا بنعرفها كلها، اضطرابات الشخصيه. يعني اقل حاجه خالص انك تخلي الشخصيه معتله. يعني مش هنخلي مرض، لكن الشخصيه معتله. ده اقل حاجه. لحد ما النفس بتاخد قرار انها تقتل نفسها، العدوان يبقى على نفسها وتقتل جسمها. الانتحار بقى. الانتحار. لحد انت بتعمل كده. يا اما الانسان بيستسلم ويقع في الاد، يقع في الاد بقى للملذات. خلينا ناخد من كلام حضرتك يا دكتور، حضرتك بتقول انه ده مش معناه ان انا القي باللوم على امي وابويا، لا، انا بيجي عمر معين بقدر فيه اغير نفسي طبعا، واحط فيه الاسس اللي تقدر بعد كده تعوض اللي هدموا فيه امي وابويا. طبعا طبعا. والا لو كده كنا فضلنا طول عمرنا ضحايا، ما كانش ربنا حاسبنا. لو كنا كده، انت ضحيه، انت نتاج. لكن الفكره كلها ان هم مأثرين عليك في اول عمرك 7 سنوات. فعلا هم مؤثرين بشكل جنوني، لان ده عمر الاحتياج. انا محتاج، انا ما اعرفش اعمل على روحي، ما اعرفش اعتمد على نفسي، ما اعرفش اكل نفسي، ما اعرفش اشرب، ما اعرفش. وبعدين في واحد بقى ما يكبر يبقى سيء او مضطرب او مريض نفسي، هو ما يعرفش ان الكلام ده يرجع للطفوله، فما بيفكرش ان ده مرض وما بيفكرش انه يتعالج. والقصه دي ما بيلجاش للعلاج الا بصعوبه، يعني لان ثقافه المرض النفسي ثقافه غير منتشره في الوطن العربي. طبعا هذا موضوع مهم جدا. المهم ان شات في كلامي بقى، عندي عكس الاد والغرائز ده،
السوبر ايجو، السوبر اخلاق، ايجو ولا باخده من ابويا وامي، وبعدين باخده من المجتمع بعد كده، وباخده من القيم. لذلك سهل جدا تلاقي عيل عند المراهقه، طفل مراهق عند المراهقه بالذات، هي فتره صعبه. ليه؟ لان الطفل بينقل السوبر ايجو، بيكتشف بلاوي في ابوه وامه، اخطاء، فبيركنهم على جنب ويتمرد عليهم، ويبتدي ياخد من المجتمع. تلاقي معظم الولاد في المراهقه ينتمي لجماعه، ينتمي لحزب، ينتمي لكتاب، لفكره معينه، ويبتدي يتمرد على العادات والتقاليد. هذا احتياج اساسي للمراهق، لانه اتصدم في ابوه وامه. طبعا الاب والام مش فاهم الكلام ده كله، مش فاهم الصراع النفسي اللي المراهق عايش فيه ده. طب يا دكتور، انا ازاي اربي ابني بحيث ان هو ما يوصلش للمرحله دي ويتصدم في المجتمع اللي هو فيه؟ قلت لك هنعمل لازم حلقه عن نعمل التربيه، حلقة عن التربيه النفسيه السليمه. انا عندنا حلقه عن التربيه النفسيه السليمة، ازاي اتاهل للتربيه، وازاي وقبل كده عملت لك معاك حلقه قبل كده كان اسمها رخص التربيه. يعني الناس يا استاذ محمود النهارده عشان تفتح محل، عشان تجيب مال عربيه، بتاخد دوره وبتعمل ترخيص. النهارده انت بتتجوز وتخلف من غير رخصه للزواج ولا تاهيل للزواج ولا يعني اصلا فهم الزواج. لما بيسال الناس انتوا بتتجوزوا ليه، فالناس حافظه كلام حلو قوي، لبناء الارض واعمار المجتمع ونفع البشريه، بارك الله فيك، ما هي الادوات لكده؟ ما عندوش ادوات. يعني كان واحد بتقول له انت حلمك ايه، يقول لك عايز ابني عماره 50 دور. عندك ونش؟ ايه امكانياتك؟ عندك ونش؟ لا. عندك اسمنت؟ لا. عندك حديد؟ لا. ما تبني ايه؟ فدي النقطه برضو، في فرق كبير قوي بين الطموح او الغايه. وغاياتنا كلها نبيله، الناس كلها في الاسلام، الاسلام حاطط لنا غايه كبيره جدا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا خلقنا كده، اي طب هنعبده بايه بقى؟ ادانا الادوات، الصلاه والصوم والزكاه والمعاملات والكلام ده كله، لو ما ادناش الادوات كنا نعبده ازاي؟ ففي ناس كتير جدا حافظه، ما تيجي تقول له انت عايز تتجوز ليه؟ يقول لك عشان اعمل كذا واعمر الارض بارك الله فيك، ايه الادوات؟ ايه الادوات؟ فتلاقي ما عندوش اي حاجه خالص، ما عنديش. بص اللي بتكلم فيه ده لا حد بيبذل وقت يقرا فيه كتاب، ولا حد بيسال فيه مختص، ولا حد بيحضر فيه دوره. يا فندم عشان كده حضرتك موجود معانا النهارده، يعني عشان نوعي الناس في كل مكان. هي دي نقطه مهمه، ان عايزين نقول الكلام ده مهم. الكلام ده بتعقد ابنك ولا بتجيب له مشكله ولا اضطراب لطول عمره، بيدفع ثمنها وانت كأب مش عارف ايه المشكله في ايه وانا عملت ايه. طبعا في ناس بترد بقى ردود بقى جميله قوي بتاعت طب وامي هربونا واحنا ما تربينا كده زمان، هو كان في ناس بتعمل الكلام ده كله. هو مين قال لك ان انت سليم نفسيا؟ يعني انت ليه معتقد انك سليم نفسيا؟ دي نقطه. وبعدين في حاجه ثانيه، يمكن زمان الصراعات كانت اقل من دلوقتي في تقدم التكنولوجي والكلام ده كله. عارف لما حد بيقول لي كده اقول له بالله عليك انت ابوك كان بيركب ايه زمان في المواصلات؟ يقول لي جمل. اقول له انت راكب عربيه هامر دلوقتي ليه؟ ما بركبش زي ابوك. اشمعنى في الحاجات النفسيه ترجعني ورا؟ الناس ترجعني ورا للعهد البائد. وفي الحاجات الماديه، لان احنا مجتمع مادي، بينا نقبل التكنولوجيا بس، التقدم المادي، ما نقبلش التقدم النفسي كمان. الكلام ده بقى مال الدنيا بقى. المهم عندي السوبر ايجو بقى. السوبر ايجو ده باخده من اب وام، بعدين اخده من المجتمع، ودي مصيبه لو المجتمع ملوث زي دلوقتي. المفاهيم في مجتمعنا العربي دلوقتي ملوثه. العلماء مشوهين، فما فيش موديل، فيش رول موديل، ما فيش موديل صحيح المراهق ياخده. مفيش قدوه حسنه، قدوه حسنه ونموذج بالظبط. اه شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جه حط لنا كلنا رول موديل، ولكم في رسول الله اسوه حسنه. ربنا لما عمل كده طبعا ارجع للنبي، اصحابي كالنجوم، في رول موديل نرجع له. لان الانسان بيحتاج دايما موديل عشان يعمل له النمذجه، ما عندناش. فتلاقي النهارده في العلم، فين الاعلام اللي متسلط على علمائنا؟ انا هديك مثال بسيط قوي في القناه هنا. لو ممكن تشوف بقى، احنا عندنا 1000 قناه مثلا فضائيه في العالم العربي، مثلا مليون مثلا. شوف بيعملوا حلقات للعلماء، كم مدتها قد ايه، وفلوسها قد ايه، واشهرهم قد ايه، وشوف بيعملوا حلقات للحاجات التانية قد ايه. هتلاقي مفيش نسبه اصلا يا دكتور. مفيش يا فندم، هتلاقي مفيش. ما تحط عالم النهارده بتحط له 3 دقايق، لو حطيت 3 دقايق وجايبه بجميله وتقعد، لكن التاني بتعمل له بقى استوديو نظيف ومقابل. فالعيل عنده، المراهق النهارده بتعذره ان عنده موديل جنوني بالنسبه له، لاعب كوره، فنان معين، مغني. ما عندناش مشكله لو انت ابنك يطلع مغني، ما عنديش مشكله مع الناس دول يعني. لكن زي ما بتحط دول، لازم تدي مساحه للتانيين دول، الناس العقلاء. صح. احنا زي ما محتاجين الفن، الفن حاجه حلوه جدا طبعا، محتاجين العلماء اكيد. لكن النهارده الساحه ما فيهاش علماء، مفيش نموذج يحتذى به، فدي مشكله كبيره جدا عشان تعمل السوبر ايجو. في واحد بقى قاعد بيدير الصراع بين الاثنين في النص، خلي بالك دي عادي وده عادي، اللي هو النفس بقى، اللي هو الانا بقى، الانا. خلي بالك الثلاث دول مكونات النفس، الثلاث دول من مكونات النفس. الايجو ده هو اكتر واحد مظلوم بقى. طبعا السوبر ايجو، السوبر ايجو ده اصلا مش بتاعي يعني، اصلا هو حاجات من بره انا بنيتها وبعدين صدقتها فكلتها، عملت لها بيسموها استدماج. ما انا خدت قيم ابويا وامي وكلام ابويا وامي وتربيه ابويا وامي، مبادئهم، قال لي ده حرام حلال، خدته استدمجته، وبعدين حصل ايدنتيفيكيشن، توحدت معاه وبقى بتاعنا. زي النهارده لما تاكل حته لحمه دلوقتي وبعدين تدوب وتبقى بروتين وتدخل في الخليه، اصلا الفرخه دي بقت انا. يعني انا بقيت حته الفرخه دي، بقت فيا انا. صح. ما اعرفش افصلها طبعا. الكلام ده زي ما تفهم كده في النفس بتهضمه كده. فالواحد بقى عنده قناعات ابوه، افكار ابوه، مبادئ ابوه، مبادئ المجتمع، وهضمها وبقى فاكر انها بتاعته. فده غريب عليك، السوبر ايجو ده غريب عليك. الاد انت مولود بيه. في واحده في النص طلع حته من الاد، طلعت كده قاعده تدير الصراع ده بقى، عايزه ترضي ده وعايز ترضي ده. السوبر ايجو هنا هنسميه الضمير يعني. تمام. السوبر ايجو عنده اشكاليه،
هو بيسوق الايجو ده مشكلته حاجه واحده بس، واكتر عقده معقده البني ادمين كلها وتقع الانسان في المرض النفسي، إيه والشعور بالذنب. بالذنب هو دوره يشعرك بالذنب، كل ما تعمل غلط تشعر بالذنب، تشعر بالذنب فتوب، يا تشعر بالذنب فيشعرك بكميه كبيره فتكتئب. يعني هو حسب الكميه اللي هيديها لك قد ايه، حسب تربيتك برضه، حسب تربيتك. هل انا ممكن اسيطر عليه دكتور ولا لا في العلاج بقى؟ في العلاج او في الوعي بقى لما تفهم الكلام ده، هذا مهم جدا، لان هو دوره يضخ جرعات من الذنب، كل ما تعمل غلط تشعر في حاجه مش مريحه. فاحنا في الاسلام لما نعمل حاجه غلط تعصي ربنا بتقعد نتصلي ونتوب، ليه؟ شعور بالذنب قوي جدا. طب لو قوي قوي هنا بكتئب. واحد مات عزيز عليه فقعد بالذات حصان كرب من بعد الصدمه في الفراق، طبعا يموت حد، اول حاجه تحصل لك ايه؟ تيجي في راسك السيناريو بتاع في اخر حياته كان بيقول لي ايه، وبعدين انا طنشته كتير قوي في اخر حياتي، يا ريتني كنت فهمت انه كان بيبعت لي رسائل خفيه انه هيموت، يا ريتني كنت خرجت معاه، يا ريتني ما كنت عليت صوت عليه. صح. كل ده جرعات من السوبر ايجو عشان تشعرك بالذنب. الشعور بالذنب الكتير ده يدخلك في الدبريشن على طول. الشعور بالذنب اكتئاب، شعور بالذنب او شعور بالذنب ده يدخلك في الاوبسيشن على طول، الوسواس. المرض قد ايه حسب الجرعه هتوديك فين، مش مالناش مش دي مشكلتنا برضه دلوقتي، بس عايزين نفهم الناس جواك عايش ازاي، جواك صراع قوي جدا. طيب الضمير يا دكتور ده يعني الجرعه اللي ممكن اديها لي دي كلها، دي بتبقى بناء على الحاجات اللي انا اكتسبتها من ابويا وامي، بناء على السوبر ايجو ده هو قوي متزن ولا سوبر ايجو بقى هيتحول لحاجه اسمها حلوه دخلتنا في نقطه ثانيه. طيب. سوبر ايجو ده هياخد ثلاث اشكال، هيتحول الى جلاد ولا يتحول الى راجل حكيم ولا يتحول الى راجل ضحيه. اكيد انا مش محتاجين غير الحكيم، ما هو صعب جدا نوصل. ما احنا عايزين نبقى احنا عايزين دي قضيه يا استاذ محمود. السوبر ايجو ده هيكون ايه؟ موضوع تاني. طيب بناء على ايه بيكون بيتحول الى هذه المسارات؟ يعني بناء على نضج الانا، الانا اللي في النص اللي بيدير دي، خلي بالك بقى انا قلت لك ده مش بتاعي، السوبر ايجو مش بتاعي اصلا، غدته وسمكته وبمثل انه بتاعي يعني. والايدي ده بتاعي. في حته طلعت اسمها الانا. الانا دي قاعده تدير الصراع. بص تخيل كده في حاجه في النص، انا اهو ادي هنا الخير اللي جوايا وده الشر. طب ما اعمل كده كتير، مش انا هتعب لو انا شايل هنا 5 كيلو 5 كيلو؟ مش هتعب اكيد، اكيد هتعب طبعا. طب لو تعبت والكفه دي اللي طبت دي الغرائز، الايد هتتحول لانسان، يا اما سيكوباتي مسيطره بالظبط، انسان عايش لشهواته اللي هو بقى المدمن، الايد طبت عنده شويه، السايكوباتي المجرم، الناس المجرم، السادي وقعت خلاص ما بقاش لشهواتي. على فكره هنا ما يهمنيش ولادي، هنا انا 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 وقعت هنا نرجسي. وفي واحد ممكن انا طوع هنا الدنيا، هنا الوسواسي الجلاد لنفسه، المتشدد في اي حاجه، اللي يسعى للمثاليه. الثلاثه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقعوا هنا، يا رسول الله اني لن اقترب النساء، اني ساصوم الظهر كله. ضد البشر، من رغم عن سنته فليس، ده ضد البني ادمين. خلي بالك النبي، انا قلت لك، قلت حلقه قبل كده لحضرتك ان انا عندي كتاب اسمه محمد اول معالج نفسي. طبعا هنا العالج بقى لا الحلال ولا حرام، ده استخدم العلاج النفسي. يعني انت بتعمل ايه؟ انت غاليت. المغالين هم اللي عندهم السوبر ايجو بتاعهم منتفخ عن الـ عن الاي عن الـ عن الايد عن الايد. طب والشهوانيين؟ الايد منتفخ. الشهواني ده بقى مش ورا شهواته، زي قلت لك المدمن، زي المجرم، زي السايكوباتي، زي النرجسي، زي اللص، الكلام ده كله هنا الشهوات. ما دام تعبت هتطب كده. طول ما دي بقى متزنه وقويه واعيه، بيسموه هنا بقى الاستبصار والوعي، ان الانسان يكون واعي بكل دول يقدر يدير الصراع بين دول. هنا السواء، ان انا اقدر لما اعمل غلط السوبر ايجو يديني جرعات معينه من الشعور بالذنب اللي تخليني اتوب وارجع تاني، لما اقع في الايد هنا اطلع منه تاني بقوه. على قد الطلوع والدخول ده الانا دي بتجهد لو انت ما فهمتش تقويها صح. وتخاف كلمه واحده بس، الاستبصار والوعي. ان انا دايما الاستبصار والوعي، ان انا واعي بهذا الموضوع. طيب. المشكله ان الصراع ده كله يا استاذ محمود بيتم على مستوى اللا شعور. تمام. الصوره اللي معانا دكتور ممكن نقول عن يعني عنها انه لما انا اتحول لمرحله الجلاد مثلا، هل ممكن فعلا انا اكون الشخصيه اللي تحت بقى دي اللي ممكن تشنق طبعا نفسها من كتر اللوم طبعاً على الذنب؟ هو مريض الوسواس القهري ده ما يغسل ايده 50 مره وينظف البيت 100 مره مش بيجلد نفسه طبعا نتيجه شعوره بالذنب. المشكله خلي بالك ان الشعور بالذنب ده هو شعور لا دفين في اللا شعور، ما اعرفش جاي منين. المريض ما هوش عارف جاي منين، يعني الشخص ما هوش عارف انا حاسس الاحساس ده جاي منين. ممكن يكون جاي من الطفوله، ممكن يكون جاي له من شوف من امتى. فهذا الموضوع مهم جدا زي ما حضرتك شايف كده، عندي بقى الجلاد وعندي السوبر ايجو وعندي ايجو. الثلاثه دول خلاص خلصنا منهم، وده موضوع كبير بقى، وازاي بنعالجهم والمرضى بقى نتيجه المرض. مش هدخل انا في هيطلع لي ايه، هو في الاخر يطلع لي السواء يطلع لي المرض. انا عايز ادخل في حاجه ثانيه، لان الثلاثه دول بياخدوا اشكال ثانيه. الانا نفسها بقى اللي في النص دي، الانا اللي في النص دي لما بتضعف هتميل يا هنا يا اما هتميل هنا.
يا اما هتميل هنا. طبعا زي مثلا زي الصوره كده الفوبيا مثلا. الفوبيا مثلا مريض الخوف مثلا الخوف. ده حد مكتئب يا دكتور؟ لا ده حد خايف، حد خايف، حد خايف من جوه نتيجه شعوره في حاجه مهدداه. هنا بقى الصراعات زي ما حضرتك شايف في الصوره كده مثلا ان انا مقسوم، حاجه بترضى ده وحاجه بترضى ده مش عارف. وهنا طبعا ممكن بقى حسب المرض، يعني مريض الاكتئاب غير مريض الفصام غير مريض الوسواس غير الامراض السايكوسوماتيك غير غير اضطرابات الشخصيه. هنا ممكن يكون ده اضطراب في الشخصيه مثلا، شعور بالكآبه بالحزن بهذا الكلام. اللي عايز ارجع له بقى الكلام ده في التحليل النفسي تمام، في سايكو اناليسيس عندي اد سوبر ايجو ايجو الثلاثه دول. شوف ايه قرانيه عظيمه ربنا سبحانه وتعالى يلمح لنا لهذا الصراع. ضرب الله مثلا رجل رجلا فيه شركاء متشاكسون. يعني راجل واحد جواه ثلاثه شركاء متشاكسون بيضربوا في بعض حقيقي، هما الثلاثه دول بيضربوا في بعض ليل ونهار ونتيجه كل ثانيه. على فكره وانا عايز اتكلم معاك دلوقتي الثلاثه ضربوني دلوقتي وانت عايز تقاطعني الثلاثه ضربوك. السوبر ايجو يقول لك استنى يا اخي الراجل بيكمل كلامه، وبعدين الايد يقول لك لا بص عليك كلام الكاميرا برده مش عليا، الراجل بيتكلم طول الحلقه وانا مش هسال ولا ايه. والان يقول لك يا عم طب ما طب ما تقص بشياكه تقول له من فضلك عشان ترضى ده وترضى عشان يسكت. ده في كل حاجه في وانا على الكاميرا دلوقتي الايد بتاعي يقول لي بص للكاميرا عشان الكاميرا تجيبك حلو قوي شكلك، والسوبر ايجو يقول لك ركز في اللي انت بتعمل فيه، والان يقول لك اوكي خلاص انت ممكن تنزل توزن ما بين هنا وهنا الاثنين ترضى بالاثنين. ايش احنا في الصراع ده في كل نفس بتتنفسه في كل حاجه عندك الصراع ده متعب يا جدا يا دكتور. يعني انت لو خليته واحد متعب جدا متعب الحمد لله ان الصراع ده بيتم على زي التنفس كده انت مش حاسس بيه. لكن لو انا بقى عندي اختناق في التنفس بقى عندي مرض لازم اشعر بالصراع واعرف المشكله فين عشان احلها. احنا هنا لما الانسان يكون مريض نفسي لازم يدرك الصراع ده ناشئ منين عشان يحل العقده دي او المشكله دي. هي عقد يسموها عقد كومبلكس او مركبات، يعني ساعات دلوقتي بيسموها كتله الشعور لان كلمه عقده اصبحت كلمه يعني بتخوف الناس. فبيسموها كومبلكس مركب او بيسموها نقاط الالم. كل واحد فينا عنده نقاط الم من ابوك من امك من اخواتك عندي مدفونه نقاط الالم دي كل شويه تنقع علي تنفس. ما نقولش عقد عشان ما نضايقش الناس بتضايق الناس بتضايق الناس. كلمه عقده بقى لها استخدام يعني بقى لها مفهوم معرفي سيء. لكن هي اول ما طلع عند فرويد وكان عند كارل يونغ كان يسموها عقد نفسي كومبلكس حاجات معقده كده. عقده يعني منطقه حساسه ما اتحلتش. شفت زمان ابويا في موقف وحش ما عرفش احل الموضوع لا سامحته ولا عرفت اسامحه. مثلا زوجي مات وانا والله مش مسامحه نفسي فمكان حساس. فيسموها دلوقتي بؤره الالم. بؤره الالم انا بسميها زي بركان صغير كده كل شويه ينفس عليك يطلع لك شويه كده شويه دول ينكدوا عليك حياتك بقى طبعاً. على قد الجرعه دي قد ايه. المهم ده في التحليل النفسي والصراع ده عندي وعند حضرتك وعند كل الناس تمام. طول ما انت قادر تدير الصراع ده الانا بتاعتك قويه انت سليم نفسيا. طول ما الانا تمرض خلاص الانا تمرض بقى لان السوبر ايجو جلدها قوي يا اما الاد خدها وشفطها بقى في الغرائز. الحق نفسي ازاي؟ اعرف ازاي دكتور ان انا ملت الحته انا مش مفروض اروح لها؟ يعني حاضر هوصل لك ليها بس دي هتاخد وقت كتير لما اوصلك لمرحله اثنين. احنا دي المرحله واحد تمام. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان؟ اكيد راجل الثلاثه دول متصالحين مع بعض متسلمين مع بعض سالمين مع بعض. الله اكبر عارف يديرهم بقى. في واحد رابع في بعد رابع فرويد اتكلم عنه حقيقي بيحكم الثلاثه دول. ايه هو يا دكتور؟ هو رضا الواقع. رضا يعني الواقع طبعا. هل انت اللي بتعمله ده؟ انا متشدد في الدين. الراجل الثلاثه اللي راحوا للنبي دول لما راحوا للنبي كانوا مش هل ده يتوافق مع الواقع اللي محمد جه بيه؟ لا طبعا. فلازم تظبط على الواقع. فالنبي رفض ده فرجع تاني عدل. طب لو ما كانوش عدلوا ادي اشكاله تانية زي الناس المتشددين في اي حاجه بقى. طيب انا بغسل البيت بنظف البيت مرتين ثلاثه هل ده متناسب مع الواقع ده الطبيعي؟ لا يا عم الناس بتغسل مره واحده في اليوم انا بغسله 50 مره هنا معيار مرضي انا دخلت في وسواس. طيب هل الناس بتحزن على حد يموت عليها حد توفاه الله؟ يعني ده مرض بقى كار بعد الصدمه. يعني اي شعور يستمر عند الانسان 14 يوم زي ما قلنا المره اللي فاتت حضرتك وياثر على صحته النفسيه وعلى علاقاته وعلى وظايفه. ما عادش عارف انظف بيتي ما عادش عارف اروح شغلي ما عادش خلاص تمريض نفسي كده 14 يوم تؤثر على سايكوفيزيك سوشيال الثلاثه دول الناحيه النفسيه بتاعتي جسمي فيه اوجاع الام اي حاجه صداع 14 يوم يا دكتور دول دي مده ايه؟ اي شعور عندك واي حاجه عندك تفضل 14 يوم تاثر على الثلاثه دول. اي شعور جواك يؤثر على الثلاثه دول سايكوفيزيك سوشيال يعني جانب الاجتماعي ما حدش بخرج ما حدش بروح ما حدش اكلم اصحابي فقدني حاجه اسمها الديسفوريا ما حدش مستمتع بحاجه ما حدش عنده طعم الحاجه في بوق في الدنيا مش مستمتع. يعني كنت بروح في العيد كده مش حاسس بطعم العيد اشرقت الشمس مش حاسس بفرحه اليوم رايح رحله مش مرتاح جاي الحلقه معاك هنا بقضي واجب مش مستمتع. يعني في ساعات اروح الحاجه اعملها وانا مش مستمتع كانت بتمتعني الاول بقرا كتاب مش حاسس بطعم حاجه يبقى ده اثرت على النفسيه بتاعتي ثم اثرت على
الفيزيك جسم ابتدى جسمي في اوجاع في الام في كذا خلاص 14 يوم شكرا. يعني انا حزين على وفاه زوجي، حزني ده اثر جاب لي اوجاع في صداع ومش عارف زغلله في العين ومش عارف الام في الركبه وضعف في العضل ادول واحد اثنين منعنا عن صحابي بوظ طعم البق الدنيا في بقي 14 يوم شكرا. دخلت في اكتئاب او كربة بعد الصدمه حسب بقى التشخيص، ده موضوع تاني يعني كل مره بقى قصه. يبقى المعيار عند 14 يوم. طيب يعني انا مفروض ما اسيبش اي شعور يسيطر عليا فوق ال 14 يوم اساسا؟ لا يعني يؤثر على الثلاثه دول، شعور يؤثر على الثلاثه دول، لكن لو شعور ايجابي يغذي الثلاثه دول. الله اكبر. شعور سلبي يعني لو متفائل وبغذي الثلاثه دول الله اكبر يعني. تمام تمام. طيب يبقى دي اول نقطه. الثلاثه دول بقى يطلعوا في علم النفس المعرفي يتكلموا يتحولوا لثلاث اشكال ثانيه خالص، ما يبقوش كده ايدو سوبر ايجو. الناس بقى زهقت من الكلام ده ويقول لك يا عم احنا مش غرائز والكلام الكبير قوي ده. ياخدوا في واحد اسمه إيريك بيرن، راجل عامل نظريه حلوه قوي في بيسموها التحليل المعاملاتي. بتطلع بقى تعامل الناس يعني انا هطلع عامل الناس ازاي بقى في علم النفس الواقع بقى بتاعنا. في علم النفس الانا الايجو سيكولوجي حاجه بعد الكلام ده جه بعد 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 فرويد جه يونج والناس الطلاب فرويد اتمردوا عليه وقالوا يا عم احنا سيبك من الكلام ده احنا هنجيب الكلام بسيط شويه انت معقدتها كده ليه. فقال لك عندنا كل واحد فينا بيفضل جواه اول 7 سنين بيكون له حاجه اسمها انا طفليه يعني طفل. بعد 7 سنين في خلال 7 سنين بيتكون حسب معاملتك وانت طفل بيتكون نوع من انواع الانا اسمه الانا الطفليه. تمام. الانا الطفليه دي او الحاله من حالات الانا اسمها الشيلد ايجو ستيت انا طفليه اللي انا جوا طفل. تمام. انت كمان كده وكل واحد كده جوا طفل يعني انت لما تخرج مع اولادك ربنا يخليهم لك كده بتتصرف بتضحك وبنهزر بعيش معاه بروح هو بسنه هو وتنزل تحت ويركب فوقك طفل. صح. طيب وفي واحده ثانيه اسمها الانا الابويه. ده الانا الابويه خدتها من ابوك بقى اللي هو السوبر ايجو ده. كل واحد فينا جواها الحكيم الناصح العاقل اللي يدي اوامر حضرتك الانا الابويه. وفي واحده اسمها الانا الشابه وين وين. طبعا الانا الشابه دي اللي بتدير الاثنين برضو. المشكله كلها ان احنا ساعات نقع في كفه من كده. يعني ساعات واحد يفضل يتصرف طول عمره بلا تحمل مسؤوليه بهمجيه يبكي لو ما خدش حاجه وعيس. الانا الطفوليه كتيره جدا عند الستات هي المسيطره عليها. بالظبط. كتيره جدا عند الستات. والرجاله دايما يتبنوا الانا الابويه دايما عامل ناصح الحكيم اللي عايش في دور الحكيم لقمان دايما كده في كل المواقف يدي نصايح ومواعظ وينتقد ويقيم ويحلل. اشكاليه كبيره ده خلي بالك. المشكله بقى ان احنا بقى نطلع في الحياه في المعاملات بقى. تخيل لو انا لو 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 لو, لو, لو زوج لو زوج فضل عنده الانا الابويه دي. الابويه دي يعني ممكن تبقى اب وام. يعني عند الطفل هتبقى الانا عند المراه هتبقى الانا الابويه ممكن تبقى الانا شبه امي. تمام. ممكن تبقى شبه ابويا الله اعلم هتبقى شبه مين فيهم. تخيل لو ام لو زوجه واحد عنده الانا الطفليه راجل شاب كده بسم الله ما شاء الله زي ما بيقولوا شبابنا كتير دلوقتي الانا الطفليه منتشره جدا. دايما يدور على الانا على الام على الزوجه الام يسموها. او يعني الانا الابويه بس يدور عليها في مراته. لان الطفل واحنا بنتربى في اول 7 سنين امك بتحبك حب غير مشروط خالص. طبعا بتحبك وتاكل وتشرب وتحمي وتلبس وتهنن وتدلع الله اكبر ببلاش وقبلك زي ما انت. المصيبه ان النموذج ده بيفضل محبوس في عقل الراجل وبعدين لما يجي يتجوز يدور على واحده زي دي. عايز واحده شبه امه بقى. كلنا بندور عليها دكتور. ما دي اشكاليه في التراب. انت بتدور على الزوجه الام مش بتدور على الزوجه الشريكه وده اللي مسبب نسب الطلاق. ان حضرتك عندك عقليه السايب بقى ان انا عايز مراتي تعمل لي وتخدمني وتمسح لي ليه؟ انا طفل وانت الام. دلعيني وشيليني واعملي لي من غير اي مسؤوليات. طبعا يعني هذه اشكاليه كبيره تسبب في حالات طلاق تسبب في اجهاد المراه. لذلك المراه هنا اتعلمت بقى طول عمرها تشتغل ايه؟ شمعه تحترق من اجل الاسره ومن اجل الاخرين. لذلك نسب المرض في الستات اكتر نتيجه الدور الغلط ده. يا جماعه الزوجه شريكه، الزوجه انا ناضجه مع انا ناضجه، زي ما ليك واجبات عليك حقوق. احنا دايما ندور الرجاله دايما عقليتنا كده ان احنا نحب الامر عندنا حلو قوي بصراحه. حلو. رغم ان احنا متبنيين الان الابواب بس على الاخرين. اما على واحنا لما نيجي نتجوز نشغل طلع انا الطفل. فتخيل انت بتتجوز بعقده نفسيه. انت متخيل ده مش جواز دكتور. ده كده خلتنا كلنا معقدين نفسيا كرجاله عموما بقى يعني الغالب يعني انت بتتكلم ايه؟ ان بني ادم مضطرب اللا شعور بتاعه عشان عنده صوره امه من اول 7 8 سنين بيدور على امراه شبه امه وهي عشان عندها صوره ابنها دايما البنت يربوها انها تبقى ام ان هو ما تبقى صغيره كده. مظبوط. اكل اخواتك شرب اخواتك انت امهم الثانيه. مظبوط. تجيب لها عروسه كده وترضع الطفل الصغير دايما عندها الدور ده. صح. فيجي لها الزوج اللي بيعمل دور الطفل. فتعيش تضحي طول عمرها ومهما اقنعها ان انت والله المفروض شريكه المفروض شريكه في كل حاجه. طب ما ده جميل يا دكتور يعني مين يكره؟ هو حتى الان النموذج طفل مع ام الله اكبر زي الفل. تمام. طب لو انا بقى جيت ادور على زوجه الام دي بقى حضرتك وبعدين اتجوزت واحده ناضجه انا هطلقها لان مش هتحلبي لي احتياج نفسي. مظبوط. صح. فده ممكن اغلط بقى انا ما انت اصلا انت بص
انت من الاول مش عارف ان الصراع ده جواك ومش عارف ان بتدور على مين تتجوزه، فانت احتمال انك تغلط اكتر من احتمالك تكون صح. طيب لما احنا الاثنين نتجوز طفل وام والحمد لله اتجوزنا سعداء، ولادنا تاثير النموذج ده على اولادنا هيبقى ايه؟ انت دلوقتي فكرت في نفسك، بارك الله فيك، تمام. انت الحمد لله انسان مضطرب، انا عندي الانا الطفليه عاليه قوي وربنا كرمني بالانا واحده عايشه دور الام الزوجه، الله عايز. اكبر. طب والتاثير ده على اولادنا ايه بقى حضرتك لما اشوف النموذج ده؟ لما اشوف انا النموذج بتاع الام اللي بتخدم الاب على طول ده، لو انا ولد بقى هيطلع برضو نفس فكره الاب، انت هتشوه لي بقى السوبر ايجو تاني، هتدخلني في قصه تانيه. هل انا تجاه امي هشعر لو انا ولد لو الاب ده بقى شديد وعنيف؟ لان انا الطفله دي انا متمرده جدا طبعا، انا سيئه جدا لان انا مزاجيه، الطفل مزاجي، حبه ويكره، متقلب، يعمل اللي متمرد، الطفل كده. او انا خانعه، ياخد شكلين اتنين، يا اما خانع يا اما متمرد، هو الطفل كده، يا خانع لو الاب شديد، يا متمرد لو الاب ضعيف يتمرد عليه. فده زوج يا اما عصبي جدا يا اما قاعد في البيت زي كيس الجواف، سامحني يعني. ما هو بياكل ويشرب وخلاص بقى، اهم حاجه عنده الحاجات دي وخلاص يعني. صح. وبعدين هيخلي الام بقى تشتغل عليه، ده اللي هي عايز بقى الزوجه اللي تخدم تشتغل. ده اللي بياخد مرتب مراته، ما هو بياخد مرتب حاجه بقى المقابل بقى. انت فاكر ده سوي بعدين؟ بعدين مصيبه، بعدين ده لما يجي يتجوز بقى، شوف بقى اولاده بقى هتعمل ايه. يا تعمل لي ربنا يكرمك واولادك يجي لهم حاجه اسمها اوديب كومبلكس، عقده اوديب، يا اما يجي لهم اضطراب تاني في اضطراب الهويه الجنسيه، ما بقتش عارف الراجل دوره ايه والست دورها ايه. ده الادوار اتحكست، ده المفروض اللي يشتغل ويرعى البيت هو اللي قاعد في البيت، والدنيا اتحكست. فساعات الطفل هنا ينتمي في العقله الى الام بعقله وبعين نوعه ذكر. عارف ده لما يكبر يبقى ايه؟ هوموسيكشواليتي، يبقى عنده اضطراب جنسي، لان عقله هو منتمي لجنس امه، لان امه بالنسبه له حاجه كبيره جدا، قدوه، نموذج يحتذى به، وبتشتغل وتتعب وتطلع روحها، وبالنسبه له الاب حاجه سيئه جدا. فيقوم عقله عايز النموذج ده، لكن هو نوعه عايز نوعه، هو النوع ده حظه يعني، هتعمل ايه؟ فيضطر ان يعمل قصه معقده جدا. هتدخلنا بقى في الاضطرابات الجنسيه. نفس الكلام في البنت. نفس الكلام في البنت. البنت هنا نموذج الاب نموذج سيء، ونموذج الام هنا كده. فتقوم دي نقطه خطيره جدا برضه، هتاخد الصوره دي لما تيجي تتجوز بقى، عايزه واحد عكس ابوها يعني، ما بقتش عايزه واحد بتحبه، ده عايزه هي بتدور على صوره عكس ابوها. خلاص ابويا عصب، عايز واحد هادي. ابويا اندفاع، عايز واحد متحكم. انت بتحبنيش، انت بتحب عكس ابوك اللي فيا. لما تتجوزني انت، لما انا اتجوز يا استاذ محمود ومراتي تشوفني زي ابوها، هذا اكبر كارثه على وجه الارض. بتشوفني الانا الابويه. طبيعي اي واحده بتدور على ابوها في زوجها. غلط غلط، ما هو ده الغلط اللي بيسيجي بالطلاق. انا لما اتصرف تصرف فتحي مش تصرف ابوكي. انت بتكرهيه فيا لان انت مش عايزه فتحي، انت عايزه ابوكي. يا اما اللي كنت بتحبيه في ابوكي عايزاه فيا، يا اما اللي كنت بتكرهيه في ابوكي مش عايزاه فيا. معلومات مهمه جدا يا دكتور والله. دي معلومات بتدمر دي كارثه، بيوت مدمره عشان كده. اصل كل الازواج دلوقتي بيدور على واحده زي امه، وكل البنات دلوقتي تدور على واحد زي ابوها. اهي دي نظريه اللا شعور بتاع فرويد، اللي قال بقى عليها ان الانسان في اللا شعور بتاعه مدفون صوره نموذجيه. لو الاب كان كويس عنده صوره نموذجيه ببحث عنها في الاخرين. المفروض اكون واحد ده. انا عايز اتجوز انسان شريك يا استاذ محمود، يكملني واكمله، واقبل نقصه وتقبل نقصي، وانت عليك وانا عليا. مش بدور على عقده نفسيه جوايا ان انا كنت كاره صوره ابويا معينه فدور عليها فيك. لا شعور انا بيحركني. هذه اشكاليه تانية. طيب الثلاثه دول بقى يطلعوا بقى، احنا دخلنا في الانا الطفليه والانا الابويه والانا الشابه. انا الشابه دي الانا الناضجه، ده موضوع صعب برضه. بيطلعوا بره في الناس، بره هنا بقى، مش هيطلعوا بالثلاثه دول، يطلعوا بثلاث اشكال اللي احنا كنا فيهم دول. الضحيه والجلاد او الجاني والمنقذ. المنقذ اللي في النص بقى، اللي هو انا بقى اللي بدير. احنا بقى هنشوف بقى يطلع يعمل ايه بقى. فالضحيه ده هيلعب شويه ادوار. هيلعب شويه ادوار يعني في النظريه دي الراجل بيقعد يتكلم كتير جدا عن لعب الادوار بين الثلاثه دول، بيسموها الدراما الحياتيه. الدراما الحياتيه دول بقى الثلاثه دول هتشوفهم بقى منك كده. اول واحد الضحيه يلعب له ثلاث ادوار. ثلاث ادوار الضحيه يلعب له ثلاث دور. انت ممكن تلعب الثلاث دور دول، ممكن تنقلهم لي وانا العبهم معاك، تخلقني انا جلاد عشان انا اجلدك. المازوخي كده. المازوخي يقعد يستفزك لحد ما انت تتنرفز عليه وتشتمه ويخليك تعاقبه، هو يستمتع بكده. في شخصيه كده اسمها الاضطراب المازوخيه، هو اضطراب الدونيه. انا عندي شعور بالدونيه فاقوم اوصل لك الشعور ده. هو بيبقى عايز دايما يتهان ويتضرب مش لازم انضرب، لكن اتهان او تقلل مني. انا احب او بص انرفزك، انت ما تنرفزش انت تغفل كده. المتعه بالنسبه لي ده مرض يعني. انا اقدر انا اقول لك اضطراب، قلت لك ايه ده؟ كارثه يا دكتور والله. لا ده مثال في الضحيه بس، دور الضحيه ده موجود كتير جدا. دور الضحيه بيلعب اول حاجه ان بيزرع جواك، بأول حاجة يزرع جواك زي ما عملت كده خلاك جلاد. يزرع جواك شعور مش بتاعك. مثلا ايه؟
انت زعلان مني يا استاذ محمود؟ زعلان مني؟ لا خالص والله. بجد والله. لا والله. شكلك زعلان مني. لا والله. شكلك زعلت. ممكن اقول لك الكلام ده لحد ما اتضايق يا اخي، زعلت منك يعني. انا زرعت جواك شعور ولا ما زرعت؟ كتير جدا بقى بيعملوا كده بقى الضحايا دول بقى. ده بنقول لك انت ما سالش عليا. اول ما تفتح عليا التليفون، يا محمود انت فين؟ انت عم بتلومني ليه؟ دايما يلوم. هو يستخدم سلاح اللوم دايما دايما. اي اول حاجه انت نسيتني. انا مش اخوك. حد ينسى اخوه؟ حد ينسى حبه؟ تقفل حد ينسى وشه وتقول له بكلمك كل مره كل مره. يا اخي طب بالله عليك، طب انت ما افتكرتنيش انت ليه؟ مظبوط كده. هو غصب عنه في اللا شعور بتاعه من ايام ما كان طفل اتعلم يكون ضحيه، طفل المستسلم. من انت بتتكلم بقى من ايام من 7 سنين 3 سنين، احنا بنتكلم من امتى؟ من ايام ما كان بيقعد يستجدي امه وابوه، معلش غلطت سيبوني مش انا عملت مش... في اللا شعور متسجله. فاول ما يطلع دلوقتي احنا بالنسبه له نماذج. خلي بالك انا بالنسبه اي راجل بالنسبه له نموذج من ابوه، واي امراه نموذج من امه. لان في اللا شعور كده بس كترت بقى النماذج دي. يعني من اول ما متسجله كده. ودي مشكله الاباء، انكم لكم دور كبير جدا في عقليه ولادكم من غير ما تاخدوا بالكم. فيقوم يعاملنا بهذا الموضوع يستجدي. كان دايما لما امه تضربه يقعد يستجديها ويستعطفها ويعمل. يوم دلوقتي بقى دور الضحيه دلوقتي دايما عايش كده. لذلك هيلعب هيروح عامل لك حاجه مشكله ثانيه. الدور ده هيلعب لك دور ثاني مهم جدا، انك دايما الضحيه. اي حل بالنسبه له يرفضه. طب ما تجرب تعمل، ما تجرب تحضر دوره عند الدكتور فتحي. لا ما هو مش هينفع. طب ما تجرب تحضر دوره عند الاستاذ محمود. ما هو ما فيش فلوس. طب ما تجرب تفتح مشروع صغير كده. لا ما هو منين يستنفذ طيب يعني اعرض عليه حلول في اي حاجه. طب ايه ده دكتور؟ ما تجرب تموت. طب ما تجرب تموت كده وتريحنا يعني. ده اخر يعني عرض يعني موت وريحنا فعلا يعني. بص انت تجرب تموت اسبوع ونشوف الدنيا هتمشي ولا مش هتمشي. هو غصب عنه في اللا شعور. هو الله يكون في عونه، هو مش عارف ان عنده اضطراب. فدور ده حد بيلعب 5 ادوار، منهم الدورين دول ان يزرع جواك ده، وان تاني حاجه ان اي حل تقدمه له لازم يجيب لك ضبه مفتاح. تمام. تاني دور بقى دكتور الجلاد. الجلاد احنا الجلاد بقى الشكل بتاع الجلاد ده يلعب له دورين. يا اما مثلا هو بيلعب 5 ادوار، لكن هديك مثال بس عديه. في الواقع الموضوع صعب. في الواقع الموضوع صعب. تخيل بقى واحد ضحيه زي ده، الشخصيه اللي هي الانا الطفليه دي وعايشه دور الطفل الضحيه ده، يدور على جلاد ويتجوزوا بعض. تخيل يطلعوا عيال شكلهم ايه؟ تأثير النفسي. انت بقى تخيل يعني احنا عندنا 3، كل واحده بتاخد 5 اشكال، يبقى عندي 15. تخيل ال 15 دول، ال 15 شكل دول لما كل 2 يتجوزوا بعض يطلعوا لنا ايه؟ خد بقى من قلبي وعيش بقى في التصور ده. الصراع الثالث بقى في علم النفس المعرفي، في الكوجنيتيف ثيرابي يتكلم عن مش في سوري في الكوجنيتيف سايكولوجي، النفس المعرفي مش العلاج المعرفي. اتكلم واحد اسمه كارل روجرز. كارل روجرز يقول لك الذات بتاعتنا دي بقى هتاخد 3 اشكال. الذات دي والكينونه دي بعد الصراع ده كله بقى في الاخر بقى يعني بعد الصراع. احنا ماشيين جبت لك من الاول من جوه وحتى بتاع الطفليه والكلام ده كان جوه. دول بقى هيطلعوا لك بره بقى. التاثير بقى على الشخصيه في الاخر هيطلعوا بره شكلهم ايه؟ تاثيره على الشخصيه ايه؟ هيطلع عندنا سوشيال سيلف ذات اجتماعيه، ايديال سيلف ذات حقيقيه، الريال سيلف ذات حقيقيه، ايديال سيلف ذات مثاليه. يطلعوا لي الثلاثة برة بقى. يعني ايه؟ في واحد اتعلم ان اهم حاجة ذاته الاجتماعية. ده اكتر واحد يعمل حساب للناس. ناس بيقول الناس ناس هتقول وشكلي ومنظري وطريقة كلامي وطريقة اكلي وكل حاجة. دول مرضى القلق والفوبيا والسوشيال فوبيا والتردد ليه بقى؟ هو دايما يهمه الصورة اللي متصدرة للناس، شكل ولبس والناس هتقول على ايه. رأي الناس فيه مهم جدا. ويعمل له 1000 حساب ويخاف من الناس جدا. الناس تقول الناس تقول الناس تقول الناس تقول. فيقعد بقى يعمل بقى. خلي بالك الناس هنا بقت هي السوبر ايجو بتاعه. دي المصيبة، ان الناس بقت هي الضمير. فطول ما بيعمل اللي بيرضي الناس حتى وان كان غلط ضميره مرتاح، لان الناس عايزة كده. دول بقى اللي بيطلعوا لنا كل ما يقول لك ما يطلبوا المستمعون. مش الناس عايزة رأس نديهم رأس، مش الناس عايزه افلام اباحيه نديهم افلام اباحيه. انتوا بتتكلموا ليه؟ مش الناس بتشاهدنا نعمل لهم اللي هم عايزينه. اصبحت الناس هي السوبر مقياس. هذه مشكله كبيره. مقياس كارثه. ده بقى مريض السوشيال فوبيا، الخوف الاجتماعي ده. لما يجي قبل ما يقعد مع ناس قدام كاميرا مع حضرتك مع مجموعه من الناس مرعوب. الناس هتقول لي بتبص لي ازاي؟ بتقيمني ازاي؟ هي الناس هي اللي بتشعر بالذنب. طيب لو المجتمع هنا فاسد وانت عندك السوشيال سيلف عاليه قوي لا تشعر ان في فساد، لان الناس عايزه كده. احنا مالنا احنا؟ الناس عايزه عوري، احنا عريانين يا جماعه. احنا مالنا احنا؟ مال القصه دي؟ يعني اديك مثال، قصه بسيطه قوي وجميله قوي عن واحد حب يوصل الموضوع ده لابوه. فراحوا مصيف. فاخته طبعا قلعت لبس المصيف جميل ما عندناش مشكله. بس واحد بيوصل مفهوم عميق. فقال له اخته يعني ما تلبسيش كده، ممكن تلبسي لبس كويس محتشم وتنزل البحر. تمام. فابوه قال له اسكت يا ولد، حريه وديمقراطيه والبتاع ده. ماشي. روح البيت قال لاخته بالله عليك عايزك تلبسي اللي كنت لابساه على البحر، البكيني بالضبط كنت لابساه على البحر، وتمشي في الصاله. لبست ابوها ايه انت لابسها ده؟
قال له سبحان الله، يعني قابلته هناك قدام وهنا الناس وفي البيت ومقفول عليها رفضه ازاي؟ ده ايه العقليه دي؟ عشان هنا، عشان هنا السوشيال سيلف اعلى من الايديال سيلف. هذا مثال عن القلب الموازين، عن السوبر ايجو لما تبقى بره. راي الناس اهم من الـ من من الـ من القيم والمبادئ التي يتبناها الانسان. احنا مش ضد الموضوع البحر والكلام ده، ولكن انا بديك مثال بس عن قد ايه الانسان لما يعيش للسوشيال سيلف. بعدين في واحد تاني الايديال بقى، الايديال سيلف ذات المثاليه. هي عند محمود طموحك انت نفسك تكون ايه؟ في واحد ما عندوش ايديال سيلف تقول له انت عايش ليه؟ معرفش. انت نفسك تكون ايه؟ طب انت بتحلم بايه؟ او الايديال سيلف ضعيفه قوي للاسف. المجتمع والواقع والصراعات اللي احنا عايشين فيها خلى الايديال سيلف بتاعك عايز اكل واشرب بس. عند ماسلو يتكلم في حاجه اسمها السايكولوجيكال نيدز، الاحتياجات النفسيه. اول احتياجات اكل وشرب ونوم وجنس وانك تتبرز وتدوق، الحاجات الفسيولوجيه يسموها. دي حاجات انا والحيوانات زي بعضنا. تخيل ممكن الصراع النفسي في الواقع العربي يجعل الانسان يفكر كالحيوان، اكل واشرب وانام واتجوز كل طموح الغرائز بس. تخيل الواقع ياثر قد ايه على الانسان ويخليه يعيش فقط عشان حلم حياته يشبع غرائزه المرحله الاولى عشان ينتقل للمرحله 2. احنا بنتكلم دلوقتي بنقول بقى تحقيق الذات، السيلف اتشيفمنت او التحقيق الذات والنجاح والابتكار وحل المشكلات والعلماء والقياده والكلام ده كله، مرحله 5 ما اقدرش اوصل لها من غير ما اشبع دول. احنا طموحنا اصبح ضعيف والايديال سيلف مقتوله نتيجه النظره التشاؤميه ونتيجه الواقع ونتيجه ان عندنا صراعات، صراع على الاكل وصراع على الشرب وصراع ما فيش وظايف وصراع البطاله وصراع وصراع، فالانسان مشغول بصراعات مخليها تحت على طول. فما تكلمش ده غير في اكل وشرب. ده الله يكون في عونه اللي قدر يشوف الانسان نزل من ادميه الانسان الى 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 شهوانيه الحيوان عشان يعيش. وخيل اهانه كبيره قد ايه للانسان المكرم خليفه الله في الارض. صح. عايز مجهود كبير الانسان عشان يطلع من هذا الصراع. طيب ده الايديال سيلف ده بتيجي بقى نتيجه الطموح والاحلام، وان الانسان عنده رؤيه، ورؤيه كلمه كبيره قوي. يعني ما اقول لحد كده انت متجوز ليه؟ قول لي رؤيتك من الجواز وغايتك من الجواز واهدافك من الزواج. الناس ما بتعرفش تفرق بين الثلاثه دول. طب انت رؤيتك من حياتك وغايتك من حياتك وبعدين اهدافك في حياتك. الرؤيه والغايه عايزين نوضح بس بسرعه جدا، الرؤيه والغايه حاجه كبيره ما بوصلهاش غير لما اموت. طول عمري عايش فيها الرؤيه والغايه دول. يعني انا عايش عشان اعبد الله واعمر ارض طول عمري. الاهداف حاجات بحققها كل يوم. يعني واحده من الاهداف ان انا لازم احافظ على الصلاه، اطلع الزكاه مثلا، ان انا اشتغل شغلي 8 ساعات باتقان كل يوم، حاجات بقيسها. الاهداف حاجات بقيسها، اما الغايه حاجات بعيش. الغايات لو انت شلت الاهداف من حياتك وعشت لي بالغايات يبقى انت بتاع شعارات، بتاع شعارات ما بتعملش حاجه. تمام. كل ما كلمك عايش لاعمار الارض بتعمل ايه كل يوم؟ انت متجوز ليه؟ لانتاج اسره سعيده. بتعمل ايه عشان يكونوا سعيد؟ هو حافظ مش فاهم. هذا موضوع ثاني. لذلك الغايات ما بتوصلش حاجه. اسمع، الغايات دي بنحطها اتجاه. يعني ايه؟ انا دلوقتي هخلص مع حضرتك رايح الدقي. ده الغايه بتاعتي رايح الدقي. هاخد انهي طريق؟ هاخد طريق مثلا المحور دلوقتي، ولا هاخد طريق الدائري مش عارف انا الطرق. هاخد طريق الدائري وعندي عربيه. لو انا النهارده قلت انا اروح الدقي وما عنديش عربيه ومش عارف الطريق، ما تقعد تقول طول النهار مش هتوصل لحاجه مش اصلا لحاجة. مش هتوصل لاي حاجه اصلا. طب دكتور احنا معانا وقت قليل جدا، يعني اقل من دقيقه لسه فاضل. انا كمان لسه فاضل، انا كمان فاضل واحده اللي احنا السوشيال سيلف ايديال سيلف، وبعدين الريال سيلف. الايديال بقى والريال سيلف ذات حقيقيه. طب نقولها في عجاله ونخلي بقى علاجنا للكلام ده في حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. الايديال سيلف بقى يا استاذ محمود اتفضل يا فندم هي حقيقتك. خلي بالك في واحده مش بتاعتي برضه، انا نفسي اكون مش انا دلوقتي، يعني نفسي اكون اروع دكتور في الدنيا. حلو. مش دلوقتي، انا لسه مش اروع واحد دلوقتي. نفسي اكون احسن صاحب شركه في الدنيا، ده اللي انا نفسي فيه. نفسي اكون مسلم مطيع معمر، ده اللي نفسي فيه. مش انا دلوقتي. والسوشيال سيلف ذات الاجتماعي اللي بطلع للناس بيها. هل الاثنين دول متطابقين مع بعض مع حقيقتك؟ يعني لما بتطلع للناس هل انت صادق ولا انت بتتصنع ذات اخرى؟ ممكن تطلع لنا بشكل انك طيب وانت شرير، ممكن ذاتك الحقيقيه شرير. يلقاك بقلب ابي جهل وجه ابي بكر. ممكن تطلع تقول انا المصلح مش وانت شرير سايكوباتي. مظبوط. ممكن تقول انا طموحي ان انا اكون والله انسان صالح وانت عايز تكون زي هتلر. بس في اللاشعور بتاعك انت ما اعرفش انت عايز تكون ايه. يعني انت مخبأ، انت بتضحك علينا، انت بتصدر لنا طموحك ده ممكن يكون مش ده حياتك. فممكن هذه مشكله كبيره جدا بقى. الذات الحقيقيه دي بقى هي المعيار. العلاج في ان الثلاثه دول يتطابقوا مع بعض ويتصادقوا مع بعض ويتصالحوا. ان شاء الله في حلقه اخرى نتكلم عن حل هذا الصراع ان شاء الله. يعني مشاهدينا معلومات قيمه جدا كالعاده دكتور فتحي بيقدمها لنا. بحب اشكر في ختام حلقتي الدكتور فتحي سعيد استشاري الصحه النفسيه ورئيس مركز الاستشاري النفسي. دكتور فتحي شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده. شكرا لحضرتك يا استاذ محمود وكل الساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير وحضرتك بصحه وسلامه يا فندم. مشاهدينا ان شاء الله انتظرونا في حلقات اخرى قادمه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.